بسم الله. المكعب دوت مسؤول ان انا اشوف المنظر من ناحية اليمين، من ناحية الشمال، من قدام، من تحت، من فوق، زي ما انا عايز. بس الكلام ده لو انا شغال في 2D بيبقى متعب شوية وبيسبب لخبطة. يعني ممكن وانا شغال مش واخد بالي اروح داس كده تلاقي في حاجات كتير اتلخبطت في اللوحة. هو ده مفيد لما اكون شغال في 3D، انما في 2D او في اللوحة بتاعتنا ملوش اي لازمة. طب ايه الحل طيب عشان نخليه يختفي؟ اولا ممكن مكنش عايز تختفي، عايز تصغره. مثلا اروح دايس هنا واقول له فيو كيوب سيتنج ديت، هقول له صغره لي، تمام. واقول له ايه، اوكي. ممكن اقول له خلوه ناحية اليمين، ناحية الشمال، خلوه لي تحت، فوق، يعني زي ما انت عايز. طيب كده انا صغرته، بس انا عايزه مش يصغر، بس انا عايزه مش عايز اشوفه اصلا. اروح كاتب كونفيج اللي هي كونفيجريشن، وادخل هنا في 3D موديلنج. هلاقي عندي حاجه اسمها 2D وير فريم فيجوال ستايل، يعني بيقول له عايز اشوفه امتى، واخفي ديسبلاي ذا فيو بورت كنترول، اختفى خالص. اوكي، الشريط ده سهل ان انت تخفيه من هنا لو انت عايز، تمام. ده هيظهر لك الاداه المساعده في النافيجيتور في ان انت تلف حول الشكل، انا مش محتاجهم دلوقتي خالص، تمام. طيب خلينا نبص على قائمة فيو. هنا بلاقي حاجة في الريمو بتاع الفيو دوت، حاجات لذيذة زي ايه، زي موضوع التول باليت. التول باليت عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي مثلا لو انا شغال وليكن مثلا فاير فايتنج، ففي سبرينكلر بستخدمه، في بعض البلوكات بستخدمها. لو انا شغال معماري في بعض البلوكات انا بستعملها. طب ايه الحل ليها؟ ان انا بدل ما كل ممكن افتح لوحه تانية وكل ما عاوز بلوك اخدها، يعني ممكن اروح الملف دوت عاوز بلوك اروح واخدها وارجع تاني. في طريقه تانية ان انا بدخل هنا في ارتكشر وابدا اختار اللي انا عايزه واروح حاطط في قلب اللوحه على طول. فدي بتساعدني انها بتجمع لي اللوحه اللي انا بشتغل بيها. اي حاجه انت عايزها تقدر تستخدمها على طول. طيب لو انا عايز اعمل قائمه جديده، كل دي قوائم موجوده ممكن اتنقل بينهم. ممكن اجي هنا اقول له ايه، خلالي اوتو هايد التكست نيو باليت. نيو باليت اعمل لوحده جديده اسميها مثلا ام اي بي، تمام. وابدا اشوف ايه البلوكات اللي انا عايز استخدمها وابدا احطها هنا. طب ايه الاداه المساعده ان انا ابدا اشوف البلوكات واحطها هنا؟ في عندي اداه لذيذه جدا اسمها ديزاين سنتر. ديزاين سنتر ده عباره عن ايه؟ ده لو اخترت اي ملف اوتوكاد هتبدا كل العناصر اللي موجوده فيه تظهر معايا هنا. يعني خلينا نروح، لو انا عايز افتح ملف منهم باجي هنا اقول له اوبن، واروح احدد الملف اللي انا عايزه وليكن مثلا دوت اوبن. بيقول لي دي البلوكات موجودة هنا، ده الدايمنشن ستايل، ده الليارات. يعني ممكن من ده على طول روح قايل له مثلا عايز احط الليارات الفلانية هنا، اروح داخل على مثلا اللير، الليارات اللي انا عايزها كلها اروح محددها واسحبها واروح حاططها، تمام. البلوكات ممكن اروح معلم على البلوكات اللي انا عايزها اسحبها واروح حاططها هنا، تمام. هي نفس اللوحة عشان كده مش فاضي. طيب ممكن اروح معلم عليهم كده واروح سحبهم واحطتهم هنا. هو يبدا بقى يحط البلوكات ويبدا يظبط الاشكال بتاعتهم، فلما احب اضيف اي واحده فيهم اقدر ان انا احطها في اي وقت، تمام. ده في بس مشكله ان هو بينزل على اللير بتاعت الزيرو، انا اروح احطه على اللير بتاعته، تمام. الدور ده مثلا حطيته هنا بينزل من بدون امشي خالص، بس بتبدا بقى تظبط انت ايه، تشوف انهي اللير بتاعته، تمام. خلي بالك اللير اللي هي الديف بوينت ديت اي حاجه بتحط عليها ما بتظهرش اثناء الطباعه، تمام. فخلي بالنا من اللير دي، نحاول نتجنب استخدامها الا الحاجه فعلا احنا مش عايزينها تتبع. اقول له مثلا انا عايز اللير اللي اسمها دور او اي لير اهي، تمام. فيبقى احنا كده شفنا اداتين بيساعدونا جدا في الشغل، اللي هي ديزاين سنتر ممكن اخد منه مثلا لو انا محتاج اي لي اوت لاين تايب اسحب واروح
رامي في اللوحة على طول. لو انا عايز اخزنهم هنا عشان استخدمهم بعد كده، بروح مختار البلوكات اللي انا عايزها واروح سحبها. الحاجات دي هتظهر معايا في كل المشاريع اللي انا شغال بيها، اللي هي التول باليتس دي مش مرتبطة باللوحة دي، لا هي شغالة في اي لوحة. تمام، يعني لو رحت لوحة تانية مش هتغير، دي ثابتة معايا. لو عايز الغي واحدة فيهم هدوس هنا واقول له ديليت. ممكن لو هي اتغيرت في اللوحة الأصلية أقول له أبديت، يعني روح هناك وروح شوف في اللوحة الأصلية لو في أي حاجة عايز أبديت أعمل لها أبديت. تمام، طيب دي من الأدوات المساعدة عندي. برضو إن أنا أستخدم الحاسبة بدل ما أقعد أستلف من زمايلي، أقول له كويك كالكليتور أو أشتغل عليه على طول. دي الحاسبة اللي موجودة. ممكن برضو من الغديات، ممكن لو انا فاتح كذا لوحة اقول له اقسمهم لي بالشكل دوت او فيرتيكال وابدا اشتغل بيهم. طيب لو في لوحة واحدة بس هي اللي موجودة، بس انا محتاج اقسمها نصين، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز يبقى في جزء هنا وجزء هنا واشتغل على الاتنين مرة واحدة. تمام، باجي هنا في فيو بورت كونفيجريشن اقول له اسمهم لي 2 وخليهم لي فيرتيكال. ده لازمته ايه؟ ممكن اكون هنا شغال على بلين وهنا شغال على سيكشن، فعايز ابقى شايف الجزء ده وابقى شايف الجزء دوت عشان اعدل دوت على اساس الشغل هنا. او ده مثلا فيلتين في نفس اللوحه او جنب يمين وجنب شمال، وانا عايز اخلي ده زي دوت عايز اتفرج عليه، فببدا اشتغل هنا واشتغل هنا اشتغل هنا واشتغل هنا. طيب لو خلاص خلصت وعدلت زي ما انا عايز، اتاكدت ان شغله متطابق، اروح اقول له ايه؟ سنجل. تمام، هيبدا يدخل اثنين على بعض. تمام، في عندي هنا برضو البروبرتيز، ده بسيط جدا موجود في كل البرامج، ان انا لما اعلم على اي عنصر يجيب لي الخصائص ويدي لي فرصه ان انا اعدل فيها زي ما انا عايز. تمام، يعني من ضمن الحيل برضو ان انا مثلا ممكن يكون عامل دايمنشن بالشكل دوت. تمام، الماس ده انت عايز تكتب رقم غير المكتوب هنا، فاجي هنا في التكست. لو انا عايز اكتب اي كلام غير الوحده ديت، عايز انا اكتب اختار انا واحده اكتبها، انزل هنا الاقي حاجه اسمها تكست اوفر رايت، اقول له مثلا خليها 44، الاقي ال 44 هي اللي اتكتبت هنا. ممكن تكون انت عامل ديتيلة معينه وقال لك بسرعه بس عدل لي التكست، وبعد كده احنا بنعدل في الرسمة، فبروح داخل هنا وكاتب الرقم اللي انا عايزه. تمام، دي بعض حيل الاتوكيت.